السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنتكلم عن حاجة يعني حتسهل عليكم موضوع الأزمنة الباست البريزنت الفيوتشر، وتكلمت عنها في سناب. حنمسك أول شيء حاجة موجودة في الباست. باست يعني ماضي. خلونا نتعرف اليوم على was و were. الاثنين دول يعتبروا من الverb to be ولكن في زمن الباست. تذكر طبعا الverb to be ايش هي؟ طبعا انا تكلمت قبل كده عن الverb to be في احدى الفيديوهات، اللي ما شافها يروح يشوفها بس بعد الفيديو ده. طبعا الwas والwere يعتبروا من الverb to be ولكن في الزمن الماضي الباست. طب في ايش نستخدمهم؟ نستخدمهم لما نبغى نقول ان احنا سوينا شيء او حسينا شيء ولكن في زمن الماضي. يعني مثلا happy، لما اقول I'm happy نرجع شوية للverb to be اللي تكلمت عنهم أول وقلت إنه am و is و are تستخدم في زمن المضارع اللي هو الحالي. فلما أقول I am happy ده معناتها أنا الحين مبسوطة. لكن تعالوا نجرب نقول I was happy. شلت الverb to be am وحطيت الverb to be was. ليش؟ لأنه am معناتها أنا الحين مبسوطة، was معناتها أنا كنت مبسوطة، وكنت هذه ممكن من 3 دقائق، من 4 دقائق، من سنة، من شهر. أهم حاجة إنه شيء كان ماضي وراح. دحين بدينا نفهم إيش شغل الverb to be وليش هي مهمة، ولسه بإذن الله مع باقي الدروس في أشياء كتير حتوضح لكم ليش هي محطوطة وقد إيش هي مهمة. أوكي، لا نخرج عن صلب الموضوع. ليش عندنا was وليش عندنا were؟ was تستخدم مع مين؟ تعالوا نشوف السبجكت اللي تيجي مع الwas. I, he, she, it. لو نلاحظ مسكنا ال singular. singular يعني المفرد. I مفرد. she مفرد. he مفرد. it مفرد. ف I, he, she, it نستخدم معاهم ال was. I was. she was. he was. it was. ال were تستخدم مع الجمع. مين باقي في السبجكت سألنا جمع؟ we you they. طبعا في ناس اللي ما شافت الفيديوهات اللي قبل حتقول you تعتبر مفرد. انا قلت قبل كده انه you تستخدم مفرد وتستخدم جمع، ولكن تصنف تحت جمع في الغالب، لانه ما نقدر نحدد هل احنا نتكلم عن جمع او عن مفرد الا اذا حطيناها في الجمله. وحتى لو كنا نتكلم عن مفرد برضو حنحط معاها were. فايش حيصير عندنا؟ I was. She was. He was. It was. They were. We were. You were. طيب ناخذ some examples. She was at school. يعني هي كانت في المدرسة. She هي. وتكلمنا على السبجكتس هذه في الفيديوهات اللي قبل. Was كانت. At school يعني في المدرسة. They were quiet. يعني هم كانوا هادين. We were early. early معناتها بدري، كأني بقول إن إحنا كنا بدري، يعني كنا هنا بدري مثلا. We were early. She was sleeping. He was sleeping. هو كان نائم. طبعا في ناس هتسألني ليش حطينا ing في sleeping بما إنه sleeping معناتها مضارع. أنا ما هشرح أي حاجة دحين برا القاعدة اللي أنا قاعدة أشرحها الآن عشان لا تدخلوا في دوامة، فخلينا في القاعدة اللي إحنا فيها بعدين هتفهموا باقي القاعدات حبة حبة. المهم he was sleeping هو كان نائم. I was writing أنا كنت أكتب. طب أوكي، بما إني جبت examples فيهم ing عشان التساؤلات خليني أشرح لكم الهرجة بسرعة بسرعة بسرعة. طبعا ing تستخدم فقط في زمن المضارع اللي هو دحين، أنا قاعد أسوي ده الشيء دحين. walking teaching talking أتكلمت عن الشيء ده قبل كده. ing يعني دحين قاعد أسوي ده الشيء. فلما أجي أقول I was writing يعني أنا كنت قاعدة أكتب. يعني مثلا لما أبقى أجي أقول أنا كنت قاعدة أكتب، أنا كنت قاعدة أكتب يعني كنت قاعدة أسوي شيء بس زمان كده. إحنا بنسوي شيء مضارع بس في زمن الماضي. كنت قاعدة أكتب. So I was writing. طب لو شلنا was وحطينا الverb to be am. I am writing. زمن الجملة فين صار؟ في المضارع، في present. شلنا am حطينا was. I was writing.
أنا كنت أكتب، صارت في الماضي. دحين عرفنا ليش في كلمات لما تنحط تسوي الجملة أكبر، هذه الكلمات أو هذه الحروف الزيادة تورينا زمن الجملة بالتحديد. يعني إحنا من نيجي نهرج عادي، أنا كنت قاعد أكتب، فأنتوا كده فهمتوا إنه أنا أول زمان أو من 3 دقائق أو من يومين كنت قاعدة بأسوي شيء بأسويه، هذا كله صار أول، خلاص انتهى. الجملة هذه عشان نقولها بالإنجليش نستخدم فيها أشياء في كذا زمن، زمن الجملة الأساسي فين؟ في الماضي. طيب الحدث اللي أنا كنت بأسويه، الشيء اللي كنت بأسويه كان في أي زمن؟ في المضارع. فأنا إيش قلت؟ I was writing. I am writing يعني أنا قاعدة أسوي ده الشيء دحين. وعشان لا نتلخبط هل هو طب أنا قاعدة أكتب دحين ولا ده كلام إن أنا كتبته أول ولا إيش سويت، نحط ال verb to be. ال verb to be هي اللي تحدد الشيء ده متى صار. I am معناتها دحين، I was معناتها أول، she was معناتها أول، she is معناتها دحين. طبعا اللي ما شاف الفيديو حق ال verb to be يرجع يشوفه تاني. ستعلمنا الحين انه am و is و are الزمن حقها هو ال present. present where was زمنها ال past. I am reading. I am reading. I was reading. was reading. كنت اقرا. ان شاء الله اتمنى ان المعلومة تكون وصلت. لو نلاحظ القاعدات قاعدة تعيد نفسها. So ملخص الحلقة انه ال was و ال were هما أفعال مساعدة أو verb to be بس في زمن الماضي. am و is و are زي ما شرحت أول أفعال مساعدة ولكن في زمن الحاضر present. was تيجي مع I, she, he, it المفرد فقط. were تيجي مع الجمع we, you, they. أوكي وفي كلمتين تانية أباكم تحفظوها كمان قد ما تقدروا لأن حصير أتكلم عنها وما حصير أقولها بالعربي أبدا. plural plural يعني جمع، singular يعني مفرد. حتى لما يجي مثلا يسأل في العلاقات يقول لك مثلا أنا single يعني أنا وحيد ما في معايا أحد. single وحيد مفرد، خلي الكلام هذا كويس في بالكم عشان بعد كده أنا ما عاد أقوله بالعربي تاني وكده حيساعدكم في الحفظ أكتر. شرحتها الآن بالعربي بس بعد كده في باقي الفيديوهات ما حقولها بالعربي، يعني ما حقول مفرد ما حقول جمع، حقول singular وحقول plural، وما حقول أفعال مساعدة حقول verb to be، ما حقول حاضر حقول present، ما حقول ماضي حقول past. أوكي لين هنا وصلت لآخر الحلقة بإذن الله، يا رب بس يكون الشرح كويس لكم وتكونوا فهمتوا القاعدة مرة كويس. طبعا أنا أخلي كل قاعدة لها فيديو لحالها عشان ما أبغى تتلخبطوا في القاعدات، ولما تيجوا كمان تدوروا على القاعدة تلاقوها بسهولة. أحيانا أحط مثلا قاعدتين مع بعض بس أكتب تحت إنه هنا في قاعدتين مع بعض. هيجيكم على الجنب زي استبيان بسيط، أبغى تصوتوا لي إيش حابين تكون الحلقة الجاية بإذن الله. أنا بالنسبة لي كل شيء جاهز ولكن علي بس أبغى أشوف إيش تبغوا أنتوا أحط الحلقة الجاية. وبالنسبة للناس اللي قاعد تسألني عن القصة، القصة خلاص بإذن الله جاهزة لكن كان مونتاجها شوية متعب بالنسبة لي وقصيت منها مرة كتير. وهذا بس اللي كان عندي اليوم، أشوفكم بإذن الله في فيديو جديد. لا تنسوا حساباتي كلها تحت تضيفوني فيها. أما لو كان عندكم سؤال شخصي في شيء معين مثلا في درس في كويز، أي أحد عنده أي حاجة مثلا يبغى يفهم حاجة يفهم قطعة عنده اختبار يبغى نشرح له شيء، يجيني على واحد من حساباتي وأنا أفضل يا التويتر يا الانستغرام عشان سناب لما نتكلم يطير الكلام. وهذا اللي كان عندي، نعطيكم ألف عافية. See you again. Side drama like Islamabad under God going overboard like the Amistad ringing bells. It was 2012 back in 95 I made it out alive now finally I've arrived but still threw back to all my other blue